والغالب في مذهب الإمام أحمد أنه لا تكاد ترى مذهبا من المذاهب إلا وهو قول للإمام أحمد. راجع كتب الروايتين في المذهب تجد أن الإمام أحمد رحمه الله لا يكاد يكون مذهب من المذاهب إلا وله قول يوافقه، وذلك لأنه رحمه الله واسع الاطلاع ورجاع للحق أينما كان، رجاع للحق أينما كان، حتى إنه رحمه الله أحيانا يصرح بأنه يقلد الشافعي ويقول إنه إمام. فلذلك أرى أن الإنسان يركز على شيء معين من المذاهب التي يختارها، وأحسن المذاهب فيما نعلم من حيث الاتباع اتباع السنة مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وإن كان غيره قد يكون أقرب إلى السنة منه في بعض المسائل، لكن في الجملة أقرب المذاهب إلى السنة مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وليس ذلك بغريب، لأن الإمام أحمد إمام أهل السنة وعنده من علم الحديث ما ليس عند الأئمة الآخرين، فلذلك كان قوله أقرب إلى السنة من غيره، على أنه كما أشرت قبل قليل لا تكاد تجد مذهبا من المذاهب إلا وللإمام أحمد قول يوافقه رحمه الله.